مرحبا جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين تمام بالصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ومن بعد الفيديو كاملين الاخرين الحمد لله اللي لقوا اقبال كبير وجابوا الاف مشاهدات وعشرات ديال المشتركين والناس الاعجابات ولي كومونتير. سو اليوم غادي نصور لكم واحد البلاصه اللي جات في القلب ديال كازا حدا اكبر بارك اللي صورته لكم افريقيا، بارك ياسمينة لا ليغا غاب المسمى ديالو الجديد، لكن هو معروف باسمينة. اليوم غادي نصور لكم واحدة من اشهر بلايص عند لي جون ديال كازا، خصوصا اللي كيديروا السكيتين والبيكالا ودوك لي تروتينات كاع دوك اللعيبات الاخرين راكم عارفين. اليوم غادي نصور لكم كاملا بارت بارت. سو هذا هو الفيديو اللي يكون اليوم. سو لو وصلتي الثلاث ثاني قبل ما تكمل الفيديو تشترك في القناه، دير كومونتير، خلي الاراء ديالكم بالبلو في لي كومونتير، واش بلاصه بغيتوني نمشي نزورها لكم وكتشوفوها هنا في كازا ولا في النواحي، حيت عندي بروغرام انني ندور لكم مدينه بمدينه ان شاء الله. شد بلاصتك من الناس الاولين اللي غادي يكونوا في هذه القناه والعائله غادي تكبر ان شاء الله، وتفكر بلي كنتي من الناس المزدانين الاولين. فبلا ما نطول عليكم تنساو تشاركوا في القناه، ابوناو وديروا لايك، خليو دي كومونتير بارطاجيو لو ماكسيموم. يلا مشينا، ليتس جو. سو جايز، اول بلاصه نوري لكم ندور لكم هانتوما من القنت ديالها. خوتي راه كنحاول نوري بحال راكم معايا مزركين معايا ناس ولاد كازا ولا اللي كيجيو لهنا بزاف، راه عارفين هاد البلاصه وعارفين هاد البلايص. و هاد لا فيديو اللي ولاد كازا ولا بجوه ديال كازا اللي ما عمرو جا لهاد البلاصه من نهار تقادات، ولا الناس اللي خارج كازا ما عارفينهاش بحال هكا. سو كنبارطاجي معكم كل شيء. سو شاركوا في القناه ديما ديما، كاين فيديو نهاري نهار لا فيديوهات واعرين غنبلبلوها. سو كونوا من الاولين لي في هذه القناه. هانتوما كما كتشوفوا هذا الشيء يلا تقاد السيكوريتي بكل شيء. دابا انا كنصور لكم يعني كما كتشوفوا، ما نحاول ما نقطعش لكم بزاف لا فيديو. كما كتشوفوا دابا انا غنمشي غندور من هنا على هذه الساحه الكبيره تيم بارطاجيها معاكم. نهار السبت راك تكون عامره بزاف، نهار السبت هنا والحد راه ما. دابا انا جيت اكسبري في وسط السيمانه، ساليت واحد الغرض قلت نجي نصور عليكم مزيان مزيان بارت بارت. كما كتشوفوا هنا خوتي راه كاينين لي سيكوريتي، كاينين الناس اللي حاضرين هادشي، يعني كيحافظوا على النقاوة ديال هاد البلاصة وعلى الأمان ديالها ماشي بحال اللي كانت قبل. هنا نشوفوا على جات على هاد المناظر الرائعة. ها كما كتشوفوا دابا حنا كنصوروا ليكم هنا، راك هادو ديالي جو دابا راه قلال، نهار السبت والحد راه ما كتلقاش بلاصة. سو انا دابا غادي ليكم الجهة فين كيلعبوا المشهورة بهاد البلاصة، هاد الساحة كاملة خوتي هادي اللي دايرين بها هاد الكريسات كيريحوا فيهم، راه كيلعبوا فيها الدراري كرة، هادي كاملة اللي كتشوفوها خاوي كيلعبوا، يعني كيجيو الناس ببيكالات بهاكا كلشي كيلعبوا كيدوزوا وقت زوين. بلاصة اللي واعرة واعرة بزاف مشهورة هنا في كازا، جات مع هاد الكنيسة وراها قديمة. انا قبل ما نتزادو هي كاينه في الشمس قدامنا اخوتي، نتمنى يكون كيبان لكم داك الشيء مزيان. غادي نصور عليكم بلاصه ببلاصه بلا مونتاج، بلا داك الشيء، يكون فيديو بلا مونتاج بلا سينيماتيك كما عودتكم، خفيف ظريف حلو بحال راكم معايا. هاي دابا هادي هنا الدراري كيكريو هاد الشيء، الا بغيتي تجي يتكرا للساعه كتجي تكري لولدك تروتينات ولا. ها هنا نطلعوا هنا اخوتي، دابا نصور لكم هكا كتكون. هانتوما الدري غادي يجي تكون بل واش مبغيتش نمشي كيكونوا شي وحدين هنا دراري صغار
لا شديتي هما كيلعبوا يبداو عليك صيفط لينا ما صيفط لنا فكنتفاداو. كما كما كتشوفوا هاد البلاصه كما كتشوفوا لي طاق اللي في الحيط هذوك الرسومات رائعه شي حاجه ديكوراسيون واعره تراموي قدام لهي. اما هنا هذو كيكريو الله يسهل عليهم ويوفقهم. سو جايز كاين هاد الباركينغ ها الاثمنه راه يبانو ليكم هنايا. هاد الباركينغ جات تحت نيفادا كما كتشوفوا 7 ايام 24 زائد على 24 كاين الاثمنه. راه هاد الباركينغ جات تحت نيفادا ديريكتومون. سو قلت تاو ندخلو ليكم هنا كما كتشوفوا الشارع كاين هنا هذوك الديوانه هنايا اون فاس اللي ما عارفش الديوانه فين كاينه. دابا انا كنخليكم على بتين على داك الشيء مباشر على هاد البلاصه كامله زعما شنو كاين هنا كلشي. ثم كما كتشوفوا اون غادي تزيد مع هاد الشانطي شويه الدور على اليسار. انا كنقول الناس اللي ما عارفينش هنا مزيان ولا ماشي ولاد كازا اول مره جاوا لهنا ولا يجيو لهنا يا يقراو يا يخدموا يا يعيشوا هنا ما تعرف ماشي كلشي غادي يتفرج ولد كازا. سو تما كاينه كيما وريتكم تما كتمشي من هاد الشارع على يد كلاسر كاينه المحكمه البنك المغرب وداكشي. وهنا منين كتم جاي خوتي راه كتمشي اون فاس راه كتمشي شارع مولاي يوسف اللي صورته لكم اللي جابتو الاف مشاهده حاجه اللي واعره جوله كانت تما واعره في هاد الشارع. من هنا كتمشي شارع مولاي يوسف الدور على يد كلاسر الاخر كتمشي للمعاريف اونفا. وهنا كما كتشوفوا راه ملي كتخرجوا من نيفادا ديريكتومون كتجيو راه كتدخلوا على هاو الباب الكبير ديال البارك لا ليغا غابيه سمينا سما ديالو قديم اكبر بارك في افريقيا حاجه اللي واعره بزاف. وحنا هانتوما راه غادي ندخل نضرب لكم دوره في هاد الجهه ناس مريحين ترونكيل كما كتشوفوا دابا هنا الجواه حاجه واعره. هنا منين جينا دابا غادي ندخل لكم لداخل اخوتي. خوت ما كنبغيش نبقى نقطع في الفيديو بزاف يكون داكشي صون مونتاج من القلب للقلب. تابونوا في القناه ديروا لايك ديما ديروا لايك باسكو مازال نصور لكم شي حوايج واعرين واعرين بزاف وندورو المغرب كامل. هادشي راه معروف شويه كاين كلشي عارفو مازال مشيو شي بلايص راه غابرين ديال بصح وندورو المغرب مدينه بمدينه ان شاء الله تكون جوله على المغرب كامل. هاد البلاصه راه معروفه هنا كيتصوروا فيها كيجيو يامات كنت باقي المراهقه كنجي نجيب كاميرا الدراري والدريات ونتصوروا هنايا يامات. دابا راه مبقاش هادشي نقص بزاف. هنايا كتم غادي ديريكتومون كتخرج على الباب ديال الكنيسة. هذاك هو الباب ديريكتومون هنا داير لي طواليت حاشاكم بنادم يدخل يغسل وهكا.
سو جايز، كان هذا هو النهاية ديال لا فيديو ديال اليوم، فيديو خفيف ظريف، بارطاجيت معاكم بحدا من البلايص المشهورة، كاينة هنا في السونتر فيل في الوسط ديال كازا، اللي تستحق أنها تبارطاجا، باسكو شي حاجة اللي زوينة زوينة بزاف، كتخلي تعطي لهاد المدينة واحد الرونق، ديما الأجانب ملي كيجي كيجيبو تما ولادهم يلعبو ولا كيديرو دي كومبيتيسيون بزاف تما، راه حطيت لكم الفيديو ديجا على واحد الكومبيتيسيون ديال التخوتينات ديال ريد بول العالمية، دار تما. سو هادشي كيشرف مدينتنا وبلادنا، بغينا بحال هاد البلايص بزاف بزاف، ماشي غير في كازا، في المغرب كامل، في اي مدينه الناس تلقاو فين يخرجوا يلعبوا ويريحوا ترونكيل. سو كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، مازال ديما تسناوني نهاريه نهار لا، ديما الفيديوهات نهاريه نهار لا، ما بين الخمسه والسته العشيه بالتوقيت المغربي، غنبلبلوها غندورو المغرب كامل بارت بارت، اللي كيعرف شي بلاصه بغاني نمشيو نصوروها بارت يخليها لي في كومونتير باسكو نمشيو ليها. يلا خليكم، ما تنساوش تابوناو في القناه، ديروا كومونتير، بارطاجيو الافكار ديالكم وكلشي، ديروا لايك الفيديو ضروري، لايك لايك باش تحفزوني. يلا بيس.